لعبنا المباراة من أروع ما يكون. طول المباراة كنا بريتم واحد. بغض النظر عن نتائج الفرق الثانية، احنا داخلين المباراة نحقق 3 نقاط. إذا تبغى تكمل في الدوري أو تبغى تنافس، لازم أنت ايش تسوي في الملعب، فريقك كيف يثبت هذا الشيء. ما تنظر للفرق الثانية، أنت تدخل في أي مباراة أنك تحقق 3 نقاط، وهذا الشيء اللي احنا كنا نطمح له والحمد لله حققناه. أحمد، اليوم تحديدا اليوم كان واضح من البداية أنه الاتحاد حيكون أفضل. خليني أقول لك، أول 6 دقائق 7 دقائق حتى قبل تسجيل هدف، اللعب تحت، الباصات سريعة، هذا التكتيك اللي كان ينوي بتوركنت ونفذته على أرضية الملعب. أم أنه الهلال برضو اليوم ما وجدته فريق الهلال اللي هو الهلال دائما؟ لا والله بالعكس، يعني الهلال حتى لو مستواه منخفض يبقى الهلال الهلال. احنا طبقنا الشيء اللي طلبه مننا المدرب بالحرف الواحد. كان يطالبنا من قبل المباراه ان نضغط على الهلال في نص ملعبهم، وهذا الشيء اللي صار. الحمد لله حققنا 3 نقاط، واشكر زملائي اللاعبين بكل امانه على الروح وعلى القتاليه داخل الملعب، وان شاء الله هذا حيكون شعارنا في المباريات الجايه. احمد